يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مما لا شك فيه ان العلاقه الزوجيه عشان تستمر وتكمل بتحتاج قدر كبير جدا من الاحترام والثقه والحب، يعني هو حاجات كتيره قوي بس دول اهم الحاجات اللي لازم يكونوا موجودين بين شريك الحياه او بين الزوج وزوجته عشان يقدروا يكملوا حياتهم بشكل كويس. طيب في بقى نقطه غايه في الاهميه وهي الاهتمام بالتفاصيل. انقسمت الناس بقى في موضوع الاهتمام بالتفاصيل ده الى نصين، في نص بيقول لا مش لازم نهتم بالتفاصيل قوي عشان ما نخنقش بعض، وفي نص بيقول لا احنا لازم نهتم بالتفاصيل لان دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا. لما شريكه حياتك تيجي تكلمك في حاجه وانت تقول لك انت ما خدتش بالك من ما اعرفش ايه، يقول لك ما خدتش بالي من ايه. يعني ايه تفاصيل يعني؟ وده غالبا اللي بيحصل. دايما الزوج ما يعرفش يعني ايه تفاصيل. مش دايما، الغالب غالبيه الازواج ما يعرفوش يعني ايه تفاصيل. بص هقول لك على حاجه، يعني علميا حتى طريقة تفكير الست غير طريقة تفكير الرجل، ده ماشي. في المطلق بقى عامة. انتوا مدركين ده؟ معظمنا يعني واضح ان يعني انا واحدة منهم، فاعتقد ان في بعض في جزء مننا مدرك يعني. ده مهم ان يكون كل الستات مدركة حاجة زي دي. بس اقول لك على حاجة، الاهتمام ملوش علاقة، يعني مش مقتصر فقط على العلاقة بين زوج وزوجة او رجل وست، عامة العلاقات كلها حتى لو انت مع واحد صاحبك مع اخوك لازم يكون في قدر من الاهتمام. الاهتمام بقى ده سؤال، عنده مثلا مقابله مهمه، عنده شغل، عنده اي حاجه، ففكره الاهتمام بالتفاصيل دي تفاصيل الحياه عامه مهمه عشان نقدر نحس ان اللي قدامنا فاكرنا مهتم باحوالنا و و و. لكن لو هنتكلم على الاهتمام بقى ما بين الزوج والزوجه، الاهتمام شكله بيعمل ازاي، اعتقد ان هو لا مهم. وانا مش مع فكره انه الاهتمام ما بيطلبش، لا بيطلب، لانه مش شرط ان اللي قدامي يبقى فاهم اهتماماتي ايه، يبقى فاهم شخصيتي عامله ازاي. احنا اتنين ما نعرفش بعض يعني لغايه ما اتقابلنا، احنا ما نعرفش بعض، فلما نيجي نقابل بعض ما ينفعش يبقى الموضوع كله عباره عن فوازير، يعني لازم نوضح اهتماماتنا ايه، بنحب ايه، بنكره ايه، بنفضل ايه، نستحمل ايه وما نستحملش ايه، ايه العيوب اللي ممكن نتعامل معاها وايه العيوب اللي ممكن تبقى صعب الحياه معاها. فهي الفكره انه نبقى مفهمين اللي قدامنا احنا حابين ايه. اما بقى يا شاذلي التعامل ازاي، انا من انصار فكره يعني طريقه المرايه، يعني انا ما بحبش اروح انت ما بتسالش ليه، انت ما عملتليش ليه، انت ما جبتليش ليه، انت ازاي ما خدتش بالك من لون شعري، ازاي ما خدتش بالك من لون مانيكير. انا بحب فكره ان انا انا حاسه ان جيت لا لا هو ده فعلا اللي دايما يعمل مشكله في مساله التفاصيل، اصل انت ما خدتش بالك من ان الكرسي ده اتشال واتحطت الكنبه مكانه. طب ما ايه المشكله، الكرسيين كانوا هنا والكنبه كانت هنا، شلنا الكنبه حطيناها هنا وجبنا الكرسيين حطيناهم هنا، ما خدتش بالي من ايه؟ ما هو احنا كازواج لو اهتمينا بالتفاصيل هتتخنق. ما انا جايلك في الكلام بقى. انا جايلك في الكلام. طيب. خلاص، فاحنا انا مش بحب فكره انه لا ما بيطلبش، لا فكره المرايه. يعني ايه؟ يعني بمعنى انا عايزه حد يهتم مثلا بتفاصيل شكلي، ههتم بتفاصيل شكل اللي قدامي مبدئيا كده. الاول طبعا في بدايه التعارف هحدد، يعني هقول انا بحب كذا، انا بفضل كذا. بعد شويه هبتدي اعمل انا كده كود، يعني ايه هبتدي احط كود مثلا؟ مش كود، ما هو احنا مش مساء الخير يلا نتخطب، يعني احنا مساء الخير الاخبار ايه، بتحبي ايه، بتكرهي ايه، يعني الموضوع بياخد مراحل. بياخد وقت، مكالمتين. انا شايف ان الحاجات دي ما بتتقالش، يعني انا شايف ان الحاجات دي فعلا ما بتتقالش. لا بتتقال ازاي يعني؟ بيتكلموا بيقولوا ايه؟ طيب ده يعني اقصد يعني لو في اهتماماتها انا خلاص عرفت اهتماماتها ايه فابتدي اهتم باهتماماتها. أيوة، لكن مش ههتم من خلال تصرفاتها، يعني مش لازم تيجي تقولي انا بحب كذا، لكن برضو ارجع واقول ان انا مش ههتم باهتماماتها وتفاصيل اهتماماتها. هي دي النقطه اللي عايز اتكلم فيها، ان انا ممكن اهتم باللي هي بتحبه لكن مش تفاصيل اهتماماتها. بس لو هي قالت لك انه انا بحب مثلا حد يهتم بتفاصيل حياتي، ممكن زي ما قلت في الاول دماغ الراجل غير دماغ الست، فممكن تبذل مجهود شويه زياده. انت مش لازم كل مره برضه، احنا مش لازم كل مره برضه، مش لازم كل مره هنغير لون شعرنا غيرتي لون شعرك، مش لازم يعني، بس ممكن برضه مره مرتين. طيب بص انا اقول لك على حاجه، انا في مره المدام عملت لي سلطه بنجر وحطت لي فيها المفروض انها تفاح، يعني انا خلصت السلطه وما كنتش عارف ان فيها تفاح، كنت فاكره بطاطس.
فتخيلي انا واحد كلت التفاح على انه بطاطس، تفاصيل ايه ممكن اهتم بيها؟ لا هنا في مشاكل يعني، هنا عندنا مشكله، مش بنركز يا جمانة. احنا الطبيعي بتاعنا عندنا ضغوط وعندنا التزامات وعندنا حاجات، يعني ابقى راجع من بره مثلا بعد يوم شغل طويل، مثلا بعد مشكله حصلت في الشغل، بعد حاجه حصلت في الطريق وانا راجع، ارجع الاقي حد بيطالبني ان انا اهتم بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل وحاجات صغيره جدا اكيد انا مش شايفها اصلا. فهي دي المشكله، دي النقطه الفارقه. وفي نفس الوقت احنا لو اهتمينا بالتفاصيل زياده عن اللزوم برضو الزوجات بيتخين، ويقول لك ان كل حاجه مركز فيها، مش سايب حاجه معديه غير لما مركز فيها. طب نعمل ايه؟ طيب هو انا شايف ان هو الصح ان احنا فعلا مش بتوع تفاصيل، انتوا بتوع تفاصيل. وزي ما جمانة قالت دلوقتي، ايه الزوجه هي طبيعه تفكيرها مختلفه عن تفكير الزوج، فالزوجه تهتم هي بالتفاصيل وهو مش لازم هو يهتم بالحاجات الجنرال يعني. لا ما هو ما ينفعش نعممها برضو يعني، احنا ما ينفعش نعممها. لما نيجي نتكلم، لو انت اللي قدامك بيحب حاجه انت ما ينف... يعني اعتقد وجهه نظري يعني ما ينفعش تحب اللي قدامك بطريقتك، لازم تحاول تحبه او تبين له اهتمامك بيه بطريقته عشان يقدر يستوعب، صح؟ فلازم لا بجد يعني تاخد بالك من التفاصيل، تعمل بس شويه مجهود. في الناحيه الثانيه يقدر او تقدر ان انت بتعمل مجهود، ان انت اصلا ما بتاخدش بالك من التفاصيل، فسالت مره مرتين فلطيف. مش لازم كل مره انت اللي تسال، ممكن يجي مثلا حد يعني المدام تيجي تقول لك مثلا شفت غيرت مثلا شعري النهارده، شفت غيرت مكان الكرسي النهارده، هي ممكن تبادر. ف يعني تبقى عارف عادي، تبقى ماشي عادي، بس مش لازم الضغط. لان فكره كمان الضغط، يا نهار ابيض انا ما خدتش بالي، انت عارف مثلا انا ما خدتش بالي هتحصل خناقه، فطول الوقت هتبقى مضغوط وهيبقى طبعا بالظبط، وهيبقى واجب، مش هيبقى فعلا معمول بلطافه. غير ان احنا عندنا مشكله قاتله يا شاذ دي، بصراحه انا بعترف بيها، احنا بنحب الدراما، احنا بنحب نزعل كتير وبنحب ناخد جنب كده كتير. احنا كستات يعني، احنا ايوه احنا كستات، مش انا وانت. لا وضحي فكرونا احنا كمذيعين. لا احنا كستات يعني بنحب الدراما، فلا مش لازم دراما، الدنيا اصلا صعبه ومش مستاهله، فنهونها على بعض. حلوه الارشادات اللي في الاخر دي. حلوة؟ لا طبعا، لان هو ده لو حصل هيحصل مشاكل كبيره جدا وملهاش اساس، ملهاش سبب. هو مش معنى ان هو ما اهتمش بالتفاصيل ان هو مش بيحبك، يعني دي نقطة برضو لازم ناخد بالنا منها. هو طبيعة شخصيته كده، الراجل كده مش بتاع الحاجات الصغيرة دي، مش بيركز في تفاصيل التفاصيل. إنما لو ركزنا بقى في التفاصيل هنرجع بقى نقول التلج مش ساقع ليه مثلا، وإحنا بنركز في تفاصيل بقى التلج ده مش ساقع ليه، صح؟ بس على فكرة في رجالة مش بتاخد بالها من التفاصيل، يعني بتاخد بالها من التفاصيل بشكل بجد متعب وبجد مرهق وموتر. وما احنا يبقى لازم نقول بقى أي نوع من التفاصيل، صح كده؟ على فكره اي نوع من التفاصيل من المفروض ان الزوج يهتم بيه. هقول لك على حاجه، بعيدا عن راجل وست، فعلا بقى فكره التفاصيل دي بتبقى سمه من سمات الشخصيه، هي ملهاش علاقه براجل وست. في ست بتاخد بالها كويس جدا من التفاصيل، في ست لا ما بتاخدش بالها من التفاصيل، في راجل بيركز في ادق التفاصيل، في راجل لا ما بياخدش باله. فهي اعتقد هي سمه شخصيه. فلو انا لا خالص، الستات ما فيش ست ما بتهتمش بالتفاصيل الا لو هي مش عايزه تهتم بالتفاصيل. لا في والله، لو هي مش عايزه يعني، عارفه من يعني مش مكبره دماغها، مكبره دماغها، فمش مهتمه قوي بالتفاصيل. انما لو خدت قرار ان هي تهتم بالتفاصيل هتهتم بالتفاصيل. يعني ما بنعوز نركز قولاً واحدا يعني لما بنعوز نركز يعني بنركز. طيب هو سؤال حلقتنا يا جماعه النهارده، هو ازاي تتعاملوا مع شريك حياتك لو كان من الناس اللي مش بتهتم بالتفاصيل؟ يمكن لو انت قعدنا نتكلم وما سالناش السؤال فتحمسنا قوي. بس هو موضوع على فكره والله بجد مهم، لانه بيعمل مشاكل كتير وبيراكم كمان مشاكل كتير، ولو حد مش عارف يتعامل مع الموقف بيبقى موضوع بايخ. صحيح. دعني على اي حال، ده سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد مستنيين اجابات حضراتكم. قولوا لنا مواقف عملتوا ايه، هل تعرضتوا اصلا الموقف ده، ولا انتوا الاثنين ما بتاخدوش بالكم بالتفاصيل، او انتوا الاثنين. حاجه مريحه قوي دي، لو انتوا الاثنين ما بتهتموش بالتفاصيل. دي حاجه مريحه جدا والله. برضه مش قوي على فكره، هو مش كده، لا يعني لازم يبقى فيه سسبنس برضه. او لو انتوا الاثنين بتهتموا بالتفاصيل، او لو طرف بيهتم والتاني ما بيهتمش، يعني احكوا لنا كده ايه اجاباتكم على سؤالنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، صباح الخير والسعاده عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.